يا ربي وانا هنجح. طيب والوحدة اللي انا حاسة بيها؟ ضيفتنا الروائية ريم بسيوني حقيقة مدرسة دخلت لنا كده حصة التاريخ وهي بقى بتحكي، حسيت ايه ده، ده التاريخ حلو، اهتميت بالعصر الفاطمي. مينفعش نبص لهوية القاهرة من غير ما نبص للفاطميين. بعد شوية كتبت على المماليك والغواص، هي رواية اكيد كانت شكلت ليكي تحدي. هي خدت مني 6 سنين، واخر عمل لي على ابو حامد الغزالي. يعني اي حد يسألني سؤال بتكلمه على ابو حامد الغزالي. ازاي قدرتي تربطي ما بين المرسي ابو العباس وماري روسي؟ ماري روسي. انا عشان اكتب روايه تاريخيه كويسه محتاجه ان القارئ يحاول يطلع الحقيقه. طبعا الغربه كان لها برضو عامل كبير جدا جدا انك انت تعيدي فهم انت مين. اول ما رحت مطار نيويورك بدات اسمع العاميه المصريه، فكاني ايه ده، قلبي بيرفرف. حتى اللغه لها الحنين ده كانها وطن. بدا يبقى فيه ضغط نفسي عليا فعلا، واكلم مامتي في التليفون. اللحظه دي دايما انا لازم تدمع. انا كنت عايزه اتكلم على المراه الاخويه، حاسه ان ساعات الصداقه مش لازم تبقى بين ناس احياء. دايما قبل بدايه ما تكتبي الروايه بيبقى فيه بحث وفي قراءه متعمقه جدا. لا، الصوره النمطيه دي غير صحيحه بالمره.